تجددت اعتداءات النظام التركي على أقليم كردستان، هذه المرة استهدفت قرية بيدهي التابعة لناحية كانيماسي، حيث تسبب القصف المدفعي بأضرار مادية كبيرة ودمرت عددا من المنازل، وأدى ذلك إلى نزوح عوائل هذه القرية إلى مناطق أكثر أمنا، ومن بقي هنا ممكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، فهم باقون من أجل حماية المنازل ورعاية الأراضي الزراعية. بسبب القصف التركي نزحت أهالي هذه القرية، لم يبقى إلا عدد قليل من الرجال هنا وأنا واحد منهم، أما عوائلنا فاتجهوا إلى قرى أكثر أمنا ولن يعودوا ما لم تتوقف هذه الاعتداءات. القرى الأخرى التابعة لناحية كانيماسي استشعروا بخطر ما يحدث، فهربوا أيضا من منازلهم بسبب الضربات الهمجية للنظام التركي، ومن بقي منهم طالب بتدخل سريع لوقف هذا العدوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. خذ السبب نأورميا. بصراحة لا يوجد سبب منطقي لهذا القصف، وأهالي القرية سيهجرونها بالكامل بعد توغل جيش النظام التركي في هذه المناطق. من 2010 وقفت وليتها بدأ مستمر، وهذا الجيش مالهم كانت ربيعتين وهذا صار 54 ربيعة. تدمير للمنازل وتهجير للعوائل، هذا ما خلفته مدافع وطائرات النظام التركي في قرية بيدهي في دهوك. روج محمد من ناحية كانيماسي اليوم.